التربية الإسلامية والإنجليزي. احنا معلمين المدرسة طلابها وإدارتها، احنا بنقوم بالعمل في المدرسة، فيش عندنا عمل في المدرسة زي ما شايف. احنا طلاب هاي معلم الصف الثاني بنظف الصف. صوريني أنا في العالم المثال. مبسوطين طبعاً اللي المدرسة تظل موجودة ما تنهدش من قوات الاحتلال، فهذه ظروف صعبة جدا. طلاب فيش عندنا ملعب يلعبوا فيه، فيش عندنا ساحة يلعبوا فيها، فيش عندنا صوف مناسبة، وبالرغم هذا كله إنهم الطلاب مبسوطين لأنهم موجودين في المدرسة والمدرسة قريبة من بيوتهم. بدي احرق الغاز، انا بدي احرق. ايوه صفتي انا في ثمانات. يلا شوي شوي. لمريم يا طيب لا شرب سنة الله من اي طيب. شكرا يعطيكم العافيه. جلوس احنا بمناسبه العام الدراسي الجديد نقول لكم كل عام وانتم بخير.